بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. كان حديثنا في الحلقة الماضية عن تفسير قول الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل للمرة الثالثة: يا قومي اعملوا على مكانتكم، اعملوا ما شئتم اني عامل، اعملوا ما شئتم من السيئات اني عامل ما شئتم من الحسنات فسوف تعلمون. من تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب أي في الدنيا يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم متى؟ في الآخرة. يأتي التسلية وإدخال السرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله عز وجل: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. ما معنى هذه الجملة؟ معنى هذه الجملة بوضوح: إنا أنزلنا عليك أيها الرسول الكريم القرآن. المراد بالكتاب إيه؟ القرآن. أنزلناه إنزالا ملتبسا بالحق الذي لا يحوم حوله إيه؟ باطل. ودايما نقول لكم بالحق الجار والمجرور ده إيه؟ يشبه أن يكون الجملة إيه؟ الحالية. يعني إيه؟ يعني والحال أن هذا الكتاب لم ينزل إلا بإيه؟ بالحق الذي لا يشوبه ايه؟ لا باطل ولا كذب ولا غباء، لا، واضح. انا انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. المعنى انا انزلنا عليك ايها الرسول الكريم القرآن. لماذا قال لك؟ لأجل منفعة الناس. أفحسبتم أنما خلقناكم إيه؟ عبث. لا، إحنا ما أنزلناش الكتاب القرآن عبث، وإنما أنزلناه لإيه؟ لمنفعة الناس. القرآن أنزلناه لأجل منفعة الناس ومصلحتهم، وقد أنزلناه متلبسا بالحق الذي لا يحوم حوله إيه؟ باطل. فمن اهتدى إلى الصراط المستقيم وإلى الحق المبين، فهدايته تعود إلى إيه يا جماعة؟ هل هدايتي أنا تعود إلى واحد منكم؟ هل هداية واحد منكم تعود إلي أنا؟ أبدا. من عمل صالحا فلنفسه هو، ومن أساء فعليها هي. يؤكد القرآن هذا المعنى
مش في عشرات الآيات، في مئات الآيات، أن وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعني لا تحمل نفس عاصية حمل نفس إيه أخرى، كل نفس بما كسبت رهينة. فمن اهتدى إلى الصراط المستقيم وإلى الحق المبين فهدايته تعود إلى نفسه. طب ومن ضل؟ أي ومن ضل عن الطريق المستقيم فإثم ضلاله يعود إلى إيه؟ يعود إلى نفسه، إنما يعود على نفسه وحدها. وما أنت عليهم بوكيل، تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم. وكأن الله عز وجل يقول لنبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم، يقول له يا محمد لا تتعب نفسك أكثر من اللازم، لا تتعب نفسك، أنت بلغ الرسالة وانصح، بعد ذلك عليك البلاغ وعلينا نحن الحساب، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل. يعني وما أنت بموكل بهدايتهم، ده اترك الهداية لله عز وجل، أنت عليك أن تبلغ الناس، ودع لنا نحن الذين نهدي من نشاء ونضل إيه من نشاء. وما أنت عليهم يا محمد بوكيل، أي بمكلف بإيه؟ بهدايتهم وبإجبارهم على اتباعك، وإنما أنت عليك البلاغ ونحن علينا الحساب. الآية الأخرى تقول إيه؟ إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. تنتقل السورة بعد ذلك إلى موضوع آخر. هذا الموضوع الآخر يدل على قدرة الله، ويدل دلالة واضحة على وحدانية الله عز وجل. فماذا قال سبحانه؟ انتقلت السورة من تسلية الرسول إلى ما يزيد الرسول ويزيد المؤمنين إيه؟ إيمانا على إيمانهم. جاءت الآية بعد ذلك: الله يتوفى الأنفس حين موتها، هذه قسم، والتي لم تمت في منامها، هذا القسم الثاني، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قبل أن ندخل في تفصيل الكلام عن هذه الآية، نريد أن نسوق معناها بإيجاز، نريد أن نسوق معناها بإيجاز وبعد ذلك نبدأ في التفصيل بإيجاز. طب إيه معناها بإيجاز؟ معناها بإيجاز شيء سهل جدا، كأن الله تعالى يقول: أيها العقلاء، أقول لكم أيها العقلاء شيئا أنتم تلمسونه بأيديكم وترونه بأعينكم،
الله يتوفى الأنفس حين موتها، حين موتها والباقي يبقى. إلى هنا الكلام شبه تام. نعم، بس كل ما في المسألة أنه طب حين موتها ده يعود إلى نهاية الأجل مش كده؟ لكن الوفاة دي نفسها عدم الشعور بيكون أيضا إمتى؟ عند النوم. أي واحد منا عندما ينام هل يحس بما حوله؟ فيبقى في هذه الحالة هذا الوفاة تنقسم إلى قسمين، وفاة نهائية ده اللي هي الكبرى ده عندما تخرج الروح مش كده، وفاة صغرى ده امتى؟ عند النوم. ادي معنى الآية، واضح؟ وضح المعنى. يبقى الوفاة تنقسم إلى كم قسم؟ قسمين، وفاة نهائية اللي هي مت أنا وطلعت روحي خلاص انتهى، بعد ذلك نمت أنا بالليل فقدت طبعا أن أحس ما حولي مش كده برضه، لكن في وقت محدد تعود إلي إيه الحياة. نمت من صلاة العشاء مثلا لغاية الفجر مثلا، طب وصحيت عند الفجر مش بعد ما نمت لي 4-5 ساعات؟ يبقى إذن في وفاة يعني ظاهرة، ووفاة ظاهرة وإيه وباطنة. يبقى الوفاة النهائية دي بانتهاء حياة الإنسان، الوفاة اللي هي الظاهرة دي امتى؟ بالنوم. ولذلك قلنا في تفسير هذه الآية الكريمة بعد هذا الإيجاز ثم ساق سبحانه ما يدل على كمال قدرته وعلى نفاذ مشيئته، فقال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، أي الله عز وجل بقدرته وحدها يقبض أرواح مخلوقاته حين انتهاء آجالها بأن يقطع تعلقها بالأجسام قطعا كليا. ده عندما يدنو الإنسان من الموت وتنتهي حياته، والقرآن الكريم يصور لنا ذلك تصويرا عاطفيا بديعا بليغا. الآيات التي في أواخر سورة الواقعة: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا، لولا هنا بمعنى ايه يا جماعة؟ هل حرف تحضيض، فلولا اذا بلغت الحلقوم، فين الفاعل هنا؟ محذوف. وتقدير الكلام: فهل اذا بلغت روح المتوفى هنا الحلقوم خلاص بيودع، فلولا ان كنتم غير مدينين، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم يا الأب والأم والأقارب وأنتم حينئذ تنظرون إلى هذا اللي بيودع إيه الدنيا، وأنتم حينئذ تنظرون وبيطلع في الروح، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا هلا إن كنتم غير مدينين ترجعونها. طب أهو حبيبكم بيودع، تقدر ترجعوا الروح إليه؟ أبدا.
فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هنا كذلك الله يتوفى الأنفس حين موتها، أي الله بقدرته وحدها يقبض أرواح مخلوقاته حين انتهاء آجالها بأن يقطع تعلقها بالأجسام قطعا كليا، ويسلب هذه الأجسام والأبدان ما به قوام حياتها بأن تصير أجساما هامدة. هذه حقيقة أو ليست حقيقة؟ حقيقة. وقوله تعالى والتي لم تمت في منامها، للحالة الثانية، عندما أنام أنا أو أنتم لمدة 5 ساعات 6 ساعات وفقدنا الإحساس بمن إيه حولنا، بعد ذلك جاء الإحساس بانتهاء مدة إيه النوم وعادت إيه؟ وعاد لنا الإحساس. واضح؟ والتي لم تمت في منامها، يبقى لم تمت، ولا الواو هنا معطوفة على ايه؟ قال لك هنا والتي لم تمت في منامها معطوف على الأنفس، يعني الله يتوفى الأنفس حين موتها، والله عز وجل أيضا يتوفى الأنفس التي لم تمت في ايه؟ في منامها. يسلب الحياة عن الأنفس التي انتهى أجلها سلبا ظاهرا وباطنا، ويسلب الحياة عنها سلبا ظاهرا فقط، بالنسبة لمين؟ بالنسبة في حال ايه نومها. واضح يا اخوانا؟ في حال نومها، اذ انها في حالة النوم تشبه الموت ولا لا؟ تشبه الموت. لما انت تنظر الى انسان وهو مستغرق في النوم هل يحس بك؟ قد تنادي عليه مثلا بصوت منخفض او مرتفع قليلا، هل في كل الحالات بيسمعك؟ لا، ده بعض الناس يمكن بتنادي عليه نداء عالي وبرضه هو مستغرق في ايه، ربما ما بيستيقظش الا اذا انت مثلا لمسته لمسا خفيفا او لمسا يعني غير خفيف. كنت واقع ولا مش واقع؟ ولذلك بنقول لكم 1000 مرة كل ما تسمعه من قرآن فهو حقائق، اعرفوا الحقائق دي، كل ما تسمعه من قرآن ما فيش خيال، ما فيش خرافات، ما فيش خيالات، لا، حقائق. القرآن الكريم كله ايه؟ حقائق ملموسة. اهو قال لك اهو الآية اللي احنا فيها، كون انك انت تشوف واحد في حالة نوم مثلا، بس النوم ده بانك انت بتلمسه تحاول توقظه مفيش، خلاص فقد الحياة. يبقى ده موت حقيقي ولا لا؟ موت حقيقي. طب واحد تاني نايم مستغرب في النوم، يبقى فقد الشعور ولا لا؟ فقد الشعور. بس الفرق بين ده وبين ده ان الاول فقد الشعور ظاهرا وباطنا، وده فقد الشعور ظاهرا لكن باطنا ايه؟ فيه ايه؟ حياة. والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى، اي الله تعالى وحده هو الذي يتوفى الانفس حين الموت وحين النوم. يبقى يتوفى الانفس في حالتين، في حالة الموت وفي حالة النوم. أما الأنفس التي انتهى أجلها فيمسك أرواحها إمساكا تاما بحيث لا تعود إلى أبدانها مرة أخرى.
طب وأما التي لم يأتي وقت موتها، لم يأتي الوقت الذي تموت فيه، الجواب فإن الله تعالى يعيدها إلى أبدانها عند إيه؟ عند اليقظة من النوم. الكلام ده واضح ولا مش واضح؟ يعيدها إلى الحياة بعد اليقظة من النوم، وتستمر على هذه الحالة إلى أجل مسمى. لكن كل إنسان أهو بينام، لكن النوم هذا له نهاية ولا ماليش نهاية؟ له نهاية، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يأتي واحد يسأل ويقول الآية الكريمة هنا تقول الله يتوفى الأنفس حين موتها، يبقى الله عز وجل نسب الوفاة إلى إيه؟ إلى ذاته، هو الذي يقبض أرواح إيه؟ الناس. طيب كيف نجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى في آية أخرى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم؟ هذه واحد. وكيف نجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى في آية أخرى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا؟ يبقى آية تقول الله اللي يتوفى الأنفس، وآية تانية بتقول قل يتوفاكم ملك الموت، وآية ثالثة تقول توفته رسلنا. ازاي يجيك واحد ملحد ولا واحد غير مسلم يقول لك ما تقول لي يا مسلم يا اللي بتدعي الاسلام ورحت الازهر وتعلمت، ما تقول لي، ما تفسر لي هذه الآية. آية بتقول الله هو اللي يتوفى، والآية الثانية اتوفاكم ملك الموت، والآية الثالثة توفته رسلنا، ما تقول لي. طبعا العالم اللي حرص على المجالس دي، اللي حرص على حضور مجالس العلم مش اللي نايم او اللي بيسرح، اللي حرص يقول له بس دي اللي عندك، لما يجي يرد عليه بقى يقول له بس دي اللي عندك اللي انت جاي تتحداني بيه، طب اسمع، ويروح قايل له ايه الجواب. عندما يقول الله يتوفى الانفس ده كل شيء بإيه؟ بقدرة الله. يتوفاكم ملك الموت أي بإذن الله. ملك الموت ما بيذهبش لقبض الروح إلا بمين؟ بإذن من الله. توفته رسلنا، ملك الموت معاه أعوان مش كده؟ والكل بإذن الله وبأمر الله، لأن الذي يقبض الأرواح والذي يتوفى الأنفس الحقيقي هو الله، لكن الله سبحانه وتعالى كلف غيره، كلف سيدنا عزرائيل بإيه؟ بقبض الأرواح مش كده؟ سيدنا عزرائيل معه جنود يساعدوه مثلا، يبقى في هذه الحالة المراد برسلنا الملائكة الذين يساعدون إيه؟ ملك الموت. واضح يا اخواننا هذا الكلام؟ طيب، ولذلك قلنا ولا منافاة بين هذه الآية التي صرحت بأن الله تعالى هو الذي يتوفى الأنفس عند موتها وبين قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت وبين قوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. لأن هذا الجواب المتوفي، وخذوا بالكم دايما تقولوا المتوفي، نسألكش واحد يسأل يقول المتوفى، لا لا، المتوفي هو مين؟ هو الله عز وجل.
يبقى عندما تنسب الموت تنسبه إلى مين؟ المتوفي. لكن عندما تقول إن فلان مات تقول إيه؟ المتوفى. الله عز وجل توفى فلان، المتوفى مش المتوفي. المتوفي هو الله، والمتوفى أنا وأنتم، سوى الله ده يسمى إيه؟ متوفى. المخلوق متوفى، لكن الخالق متوفي، هو الذي يقبض الأرواح أو إيه يميت المخلوقات إيه جميعا. لأن المتوفي في الحقيقة هو الله، وملك الموت إنما يفيض الأرواح بإذن يقبض، وملك الموت إنما يقبض الأرواح بإذن من؟ بإذن الله عز وجل. ولملك الموت أعوان وجنود من الملائكة ينتزعون الأرواح بأمره المستمد من أمر مين؟ من أمر الله عز وجل. وضحت المسألة؟ ورحم الله الإمام القرطبي، فقد قال عند تفسيره لهذه الآية الكريمة: الله يتوفى الأنفس حين موتها ثم يقول: فإذا يقبض الله الروح في حالين، في حالة النوم وحالة الموت، فما قبضه في حال النوم فمعناه أن يغمره بما يحبسه عن التصرف، فكأنه شيء إيه مقبوض، واحد نايم فقد الشعور. وما يقبضه في حال الموت فهو يمسكه ولا يرسله إلى يوم القيامة. وفي الآية تنبيه عظيم على قدرته عز وجل، وعلى انفراده بالألوهية، وأنه يفعل ما يشاء ويحيي ويميت. ثم ختم سبحانه الآية الكريمة بقوله: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اسم الإشارة هنا يعود إلى إيه؟ ذلك، يعود إلى المذكور من التوفي والإمساك والإرسال. الآية فيها ثلاث حاجات: يتوفى ويرسل ويمسك. يبقى اسم الإشارة يعود إلى الثلاث أمور: التوفي والإمساك والإرسال. أي إن في ذلك الذي ذكرناه لكم من قدرتنا على توفي الأنفس وعلى إمساكها وعلى إرسالها لآيات بينات. على أي شيء؟ على قدرتنا وعلى وحدانيتنا، وعلى أن الأمر كله بيد من؟ بيد الله عز وجل. لقوم إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، مش لكل الناس، وإنما لقوم يتفكرون ويتدبرون ويعقلون الأمور ويفهمونها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.